أيه. وحد دعوة كنا هاني شرف. أيه. حد أنا كوبنا ما أهلا بنا ما أسدحنا ما أمفن. أيه. وأنت أساس كأمسنين وأدو قادنين. أيه. مالي إلهي كانوا وحسوا أفلق هذا الساعة كسوا لق هذا الشاء يعني أعمال أكيد قلنا لا أنا هاي فرحيو. أيه. وحي كسم السي وح جار إسكو استان وح محل إيش أجمعن تأديه كرنا وح سيجا حلا يسي أو هاني شرف أي كوب هذا أو ما أعرف حقيقة إحنا مجرم. نايا هرت باي إيه أولي بيتا أنا على ذي خلال بدني دورت باستردي أنا عن هذا الكوكوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سردو هذا ملك ستوات بيضا كتوكتان بأدي أدب المسنتي صاحب يال انتا قدم بي صاحب يال سأل والا أركي سانور تا أرن تاني وأرن ساعدي قدم بي أي سوشل ميديا هاي ستاسو مالي دون أد أي وقال دقي سبتمر إيا رقبا قوة دمار سوشل ميديا كتير حقيق دي أد يا أدب أرن تان لو هذا الله يا مانا قرن هاي سببت كنتي إن مارت الله هذا الله يو كلي وحوين معها وحوين أو دعي معها إن دل إسكلايا معها إن ديك لدادية معها إن دباتوين لسو كيستا معها دانا ساي سوشل ميديا هادادك أوغا فلانقون هيان حدادن لتشوغ وقتاكن حداد الوجرو وحا نقطي أرين معناها لاياب لأي نقطة دايح دلمرشو أو دعوة أو كدعوون إيا قبر صوماليات إن أمارت إن دعوذو أصوى مارت حاسكي زي الدفاع هي قبر ماركتي كدعوون إيا هويدد أو كدعوون إيا حقيقي هرتا ولبد أي وعدد واوين وعدد عان إن مارت أو نكاس دعوذو حقيقي كل وحان أما لين يا إن أي نكلف إن أي كلفتي أرين معناها أنا دبيرين أي إلي أكثر كلي كبرنا لقد دعوون هي أما كبرنا دبعتان سميسينة أكتاهي أما أي مارت حقيقة طيبة وكبر مارت سوشيال ميديا عن كعدد كورنا ولا قرنا يعني كل قف كم مفي يعني إن الواحد قد بو أصير شرفتي سنة يسمع دي سنة إنه قف قد لو مفي يعني قف وحافي عن مرول بقى وياه قف مارت حق وناقة أول لحظة وناقة كشقية حديب وياه مارت قف مرة لقرنا هي وبلشوا ده ولا قرنا يصعد ما يعيش على الشيء بدنا نتدي الأركو وحافي عن قف إنه سمع وناقة شرف مرول بلي هي أيه وناقة بس دتك ما تأنقة مارت لا دعوضه دتك واحد سميان كده بس سميان الرول موديل كده كقار وحقيقي وحلا ديكرا وحفة إذا يوح معنا إليهن مجرد مركة أذ معنا لا هو مركة ومر مركة إلى حجزة أذ أدوها معنا إلى مركة أدوها يا معنا لا هذا هدي أذن إلى أدوين تمعنا ذو حياة وح معنا ولا هاي يوح رجاء ولا جاسوا مجرد وح طهي تط معنا تي تجي أملومي وطهي معنا واحد سوق لسانه فإذا ما جينا لايسو مركا نكن الأركيسان وهذا يحتل نورشة أو كدعوونية كبر كبرداسنا الله أركيسان وهنشرف الله وحنا ودعوونية هو يد استقصى وشجع وحوليه معناها كبرده أنا جا يا قبصه أنا جا يا كذا أنا جا يا نكا واسح واسد الصح لا حيد إيه مسؤولية لا حيد إيه نرجع الله قبعنا أيو سمعنا يا بلسه كلي كبرداس لقد دعوونينا وقف وين ما المير عرورة ما تذكر هذا ما قبصان كرهن كبرداس والصوت طاي وحين قبصان كر وحوي وقف وين وكان جاري وفرصة دون قري كرا ومش دون آذي كرا وما ركت دعان لكونترول كرويان مركب قف كا وحو سمين كرا وح الله على يوح ودون أيو سمين كرا مركب دهت لهم شنا كلي دي سنوين وضيعه أيوه هلاي سمينا وضد عمرنا وسانت هديد وطلقة سمي حقيقي سومالي وح وبلن طاي إن أجا عن قادان كل إنك استوقفنا ترين دي مارت دي شرعي يا كلام دم بين حق مارت الدولة أنا بلنا سومالي دول هين وح سميان سومالي ده هدي قان بقادان وواحد أركز اتصال أو كله شخص بع شخص كله دليا أما النمام بمعنى أنت سوق عن بين قبيل هان ودليا قبيل كاسي وسوق عيا ستوسا وقبيل كاسو أتاعيا كده من الرج مساكين أو مجلس كفرية أيا نقل غريا وكل كلا غريا تام عيد وح كلفة ساعة إن أي معنى قبيل كاسي أي نقضان معنى عل شوكتا وأن دمانين أول جد يالله هدبا سوتشرتا وسوتشرين أو بحلك كان نقضان إذا معنى أولاد أن دم الله يبارك كان نقضان إذا وحل الربي شرعكو إن مرت لو دعوذو وقف دل دلو لا سوق بتوقف كي واحد لي شرعي قال لهم ماريو أساسا مهمة إن أي ذات كاس أي كمارة الرف العليان أما أي رجال عليان سأي ذات كالأسود دلان أما أسود أرجوتان حقيقي وحونا أحسن ما أها وحفي عنا ما أها مركز لا أوجد هرت على نيرادا سوماليات تذوح هاجرة مارة جعنتا قاضة تذوح هاجرة وليو مركز أنضم بعد على نيروح هاجرة من دي أنكو أورس تاجرة مركز هرت قف هادي واحد كاس مايو
oo aad disho maxaa faa'iido waa su'aal maxaa faa'iido oo aan khasaare ahayn wax aad faa'iido oo aan khasaare ahayn ma jiro khasaaro baa faa'iido iyo culays iyo dhibaato oo aakhari iyo adduunba adiga aan ku ficneyn baa faa'iido koo marka ugu horeysa gacan ku dhiglaad noqotay oo maalintii oo maqayay dhigaas waa uu ka horeeyaa labo dunyada dambi ku gashay oo maanaha arladii ayaa dhig ku daadisay dadkiina waa isku dartay colaad ayaa halka ka bilowday inta qof ee isdili doontana ee dhigooda istaadin doontana qayb ayaad ku leedahay dembigaas marka sidaa awgeed xaqiiqda horta waxaa loo baahan yahay in la baraarugo wax la ogaado la barto aqoon la yeesho inkastoo soomaalidu aynan ogolayn in wax barataba oo soomaalidu dad maaragtay wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed maanta kaala waxbaro kama yeeraysa waxbarashada aad baa loo necbiyaa haddana waa la ammaanaa waxaa la jecel yahay ammaanteeda ee lama jecla in la barto ku dhaqankeeda lama ogola ee waxaa la jecel yahay in waddamo kale oo ku dhaqma laga sheekeeyo xaqiiqdii marka sidaa ogeed saaxiibayaal bal aad iyo aad ba maasatay fiidiyowga intaa kuga ka hadlo ninkan aad arkaysaan waa dayaxdal nuurshe oo ka dacwoonaya gabadh gabadhaasna adoo arkaysaan ohaan sharaf loo wuxuuna u dacwoonayaa hooyadeed isagu sida uu sheegay waxa uu leeyahay macnaha gabadheeda aniga ayaa qabsaday aniga ayaa ka adag aniga ayaa ninkeeda waa sax waa sidii saxda ahayd ee mas-uuliyadda lahayd ee nin raga looga baahnaa ayuu samaynayaa balse kolley gabadhaas laga dacwoonayana waa qof weyn maaha ilma yar oo caruur a maaha dadkeedu hadda ma qabsan karaan gabadhaas oo ay sababu tahay waxaynu qabsan karin waxa weeye waa qof weyn oo qaan gaadhay oo farsu doona qori kara oo meeshu doona aadi kara oo maaragtay da aan la kontrooli karin weeyaan marka qofka wuxuu samayn karaa wax allaale iyo waxa uu doono ayuu samayn karaa marka dayaxdal nurshana kolleydee sin weyn oo oday ah ayuu u hadlay sameeyeyna waddada uu marayna waa isaanta haddii dhibaato lagaa sameeyo xaqiiqdii soomaalidu waxay u badan tahay in ay gacan qaadaan kolley inkastoo uuna jirin dee maaragtay dee sharci iyo kala dambayn xagga maaragtay dowladda ah ayna badanaa soomaalidu lahayn waxay sameeyaan soomaalidu haddii gacan bay qaadaan oo waxaad arkaysaa tusaale oo kale shaqsi baa shaqsi kale dilaya ama niman baa macnaha intay soo kacaan bay nin qabiil ahaan u dilayaan qabiilkaasi waa u soo kacayaa si toosabo qabiilka usoo ataagayaa kadibna rag masaakiin oo meel iska fadhiya ayaa nag laga dhigayaa korka laga guraya taa micneheedu waxay kalifaysaa in ay macnaha qabiilkaasi ay noqdaan macnaha col joogta oo aan dhammaanin oo weligeed iyo alleheedba soo jirta oo soo jireen bay halkaa ka noqonaysaa macnaha colaad aan dhammaad lahayn bay halkaa ka noqonaysaa waxaa la rabay sharcigu in maaragtay loo dacwoodo oo qof haddii la dilo lasoo qabto qofkii wax dilay sharciga la mariyo saasaa muhiim ah in ay dadkaasi ay maaragtay rafal celiyaan ama ay rogaal celiyaan si ay dad kale usoo dilaan ama usoo argutaan xaqiiqdii wax wanaagsan ma aha wax fiicanna ma aha marka sidaa awgeed horta dhallinyarada soomaaliyeed dad waxaa jira maaragtay gacanta qaada dad waxaa jira weliba markaan dambe dhallinyaro waxaa jirta mindiyo unku ugaarsadaa jira marka horta qof haddii wax kaa sameeyo oo aad disho maxaa faa'iida waa su'aal maxaa faa'iiday oo aan khasaare ahayn wax aad faa'iiday oo aan khasaare ahayn ma jiro khasaaron baa faa'iida iyo culays iyo dhibaato oo aakhari iyo adduunba adiga aan kuu ficneyn baa faa'iida kow marka ugu horeysa gacan ku dhiglaad noqotay oo maalintii oo maqyaamo dhiiggaas waa uu ka horeeyaa labo dunyada dambi ku gashay oo macnaha arladii ayaa dhiig ku daadisay dadkiina waa isku dartay colaad ayaa halkaa ka bilowday inta qof ee isdili doontana ee dhiiggooda istaadin doontana qayb ayaad ku leedahay dembigaas marka sidaa awgeed xaqiiqda horta waxaa loo baahan yahay in la baraarugo wax la ogaado la barto aqoon la yeesho inkastoo soomaalidu aynan ogolayn in wax barataba oo soomaalidu dad maaragtay wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed maanta kaala waxbaro kama yeeraysa waxbarashada aad baa loo necbiyaa haddana waa la ammaanaa waxaa la jecel yahay ammaanteeda ee lama jecla in la barto ku dhaqankeeda lama ogola ee waxaa la jecel yahay in waddamo kale oo ku dhaqma laga sheekeeyo xaqiiqdii marka sidaa awgeed saaxiibayaal bal aad iyo aad ba maasatay fiidiyowga intaa kuga ka hadlo ninkan aad arkaysaan waa dayaxdal nuurshe oo ka dacwoonaya gabadh gabadhaasna adoo arkaysaan ohaan sharaf loo wuxuuna u dacwoonayaa hooyadeed isagu sida uu sheegay waxa uu leeyahay macnaha gabadheeda aniga ayaa qabsaday aniga ayaa ka adag aniga ayaa ninkeeda waa sax waa sidii saxda ahayd ee mas-uuliyadda lahayd ee nin raga looga baahnaa
ayuu sameynayaa balse kulli gabadhaas laga dacwoonayna waa qof weyn ma ilmo yar oo aruur ama dadkeedu hadda ma qabsan karaan gabadhaas oo sababtu tahay waxaanu qabsan karaa waxa weeye waa qof weyn oo qaan gaaray oo farsu doono qori kara oo meesha doona aadi kara oo maaragtay aan la kontrooli karin weeyaan marka qofka wuxuu sameyn karaa wax allaale iyo waxa uu doono ayuu sameyn karaa marka dadan lumshana kulliyad sin weyn oo oday ah ayuu u hadlay sameeyina wadada u marayna waa isaanta haddii dhibaato laga sameeyo xaqiiqdii soomaalidu waxay u badan tahay in ay gacan qaadaan kulli inkastoo uuna jirin dee maaragtay dee sharci iyo kala dambayn xag maaragtay dowladda ah ayna badanaa soomaalidu lahayn waxay sameeyaan soomaalida haddii gacan bay qaadaan